السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، قطاع التجزئة والريتيل، السوبر ماركت، عالم ريتيل. النهاردة إن شاء الله بنتكلم مع الجزء الثاني، وهو جزء مهم جدا في الحلقة الخامسة، اللي هو جزء المستوردات. ولما بنتكلم عن جزء المستوردات بنتكلم عن العائلات المستوردة الهولندية، الإيطالية، الفرنسية، وكل عائلة لها تشكيل كثير جدا. ولكن احنا دلوقتي عندنا طبعا بنقول ان منتجات الاجبان بتنتج من الالبان، انواع الالبان عندنا في اللبن البقري، وفي اللبن الجاموسي، وفي لبن الماعز، وفي الغنم. ولكن في احد الدول اللي هي زي صربيا كده بينتج نوع من الجبن اللي هو من لبن الحمير، وده نسأل الله العافية يعني بيعمل كيلو الجبنة فيه من 1100 دولار او 1000 يورو، ايهم اقرب يعني. وده الحمد لله مش موجود في الدول العربية يعني، بفضل الله. ولكن مجموعة الأجبان الموجودة عندنا في مصر، احنا عندنا فيه العائلات الهولندية والعائلات الفرنسية والعائلات الإيطالية والنمساوية والألمانية وغير ذلك يعني. لو هنتكلم عن أشهر حاجة في مصر من ناحية الجبن، فيه العائلة الهولندية، ودي بتتمثل في شركة فريكو، أغلبها يعني بيتمثل في شركة فريكو. كان الأول كان فيه شركة الديك، كان في جودة الديك، وفي فلامينكي الديك، وفي مدخن الديك. حاليا دلوقتي اللي هو السائد في السوق المصري وفي الدول العربية شركة فيريكو، وبتمثل مجموعة مبيعات كويسة. لو جينا نتكلم على شركة فيريكو هنقول إن شركة فيريكو بتنتج اللي هو الفلامينكي الفيريكو، وفي الجودة، وفي المدخن، وفي اللايت، وفي الماعز، وفي الأولد ماستر، وفي الأولد أمستردام. كل ده يشمل شركة فيريكو. في طبعا عندنا في المجموعة الإيطالية في أشهر البارميزان والبرمجانو، في السويسري طبعا في عندنا الأمينتال، وفي الجورير، في عندنا طبعا في النمساوي في الأمينتال، وفي شيدر نمساوي. طبعا لو قلنا على الفرنساوي، الفرنساوي في عندنا الأمينتال الفرنساوي، وفي الكومبير، وفي عندنا كان في عندنا الريكفورد السوتي، وده كان سعره غالي جدا. طبعا لو اتكلمنا بقية الأصناف، في عندنا الجرانا بيدانو، وفي عندنا الجوري السويسري، وفي عندنا الشدر الامريكي، وفي عندنا البلاك ليبل، وفي عندنا الميزان الهولندي، في عندنا انواع كتير جدا في المستوردات، وفي المملت. لو قلنا المستورد دي محتاج، لو قلنا الاسماء بس كده، انا قلت لكم على اشهر حاجه، قلت لكم الاسماء بس، محتاج ان انا اتكلم ساعه بس اقول الانواع. ولكن انا قلت لكم على اشهر الحاجات اللي شغاله في مصر او في الوطن العربي عامه يعني، دي اشهرها واكتر حاجه بتحقق ارقام مبيعات. لكن احنا ممكن بعد كده ان شاء الله، بعد ما اخلص حلقه البقاله، انا ممكن اعمل حلقه كامله ان شاء الله اقول لكم أن اسماء المستوردات بس، عشان بس ما اقدرش استغرق وقت الحلقه اكتر من كده، لان الناس يعني في ناس كانت اشارت عليا ان احنا نقلل وقت الجزء، يعني بدل الجزء انا بعمله 15 17 دقيقه، لا انا بعد كده اخلي الجزء ان شاء الله من 10 15 دقيقه ان شاء الله، مش هخليه يتعدى 15 دقيقه عشان الناس تقدر تستفاد. زي ما قلنا كده، الجبن بتتشكل من البلد ومن الحجم ومن الشكل ومن الطعوم المختلفه. ولكن لو جينا نتكلم برضو عن نسبة الجفاف، يعني مثلا عندنا الجبنة اللي هي شديدة الجفاف بتبقى نسبة الدسم فيها بتبقى من 20 لـ25%، والجبن الجافة بتتراوح نسبتها من 30 لـ40%، والنصف جاف من 40 لـ50%، والجبن الطري بيبقى من 50 لـ70%، ده نسبة الدسم فيها. طبعا الجبن العربي طبعا احنا ايه مرتاح مع المستوردات، ولكن الجبن العربي ليها شغل تاني خالص، اللي هو الجبن الشلل، الجدل، الحلوم، العكاوي. والعكاوي والحلوم بيبقى في منهم عربي شامي، وفي منهم كبرسي. طبعا احنا وطبعا ما اتكلمناش برضه عن القريش، القريش ده منتج مصري ومنتج عربي، منتج مميز جدا، لان القريش عندنا بيستخدم في، طبعا هو خالي الدسم، بيستخدم لامراض السكر وامراض القلب، لانه بيبقى خفيف الدسم وبيبقى حاجه كويسه وطعمها كويس. وفي ناس برضه ما تبقاش مصابه والعياذ بالله بالامراض دي، ولكن بتبقى بتستخدم الجبنه دي كنوع خفيف بيخش، ممكن نعمل من القريش ده سلطات مختلفه، يعني سلطه بالشبت، وفي منه بيبقى في قريش حار، وفي قريش طبعا بحبه البركه، يخش في تشكيله كذا حاجه يعني. ولما نيجي نتكلم عن بقيه الحاجات، يعني عندنا مثلا الحلوم بيتصنع من لبن الماعز، بيستخدم بقى في انواع الشرايح والفطاير والسلطات، بتخش في كذا استخدام يعني. بالنسبه للعكاوي، العكاوي بتخش في بعض المستحضرات، ومنها اشهر حاجه بيستخدموها الجماعه اللي هم السوريين والشوام، بيستخدموها في الكنافه النابلسيه. ده بالنسبه للعكاوي. نتكلم على الجبن الريكفورد، جبن الريكفورد طبعا في منها طبعا الماني، وفي منها اللي هو الفرنسي، وفي منها
لكذا دولة، وريكفورد فيه نسبة بكتيريا نفع. احنا عندنا بكتيريا نفع وفي بكتيريا ضار، ريكفورد بيحتوي على بكتيريا نفع، وده بيحتوي بيبقى ليه فايدة كبيرة جدا اللي هي مكافحة أمراض النقرس. وفي معانا صنف تاني مميز جدا اللي هو الشيدر، الشيدر الأصفر. في عندنا شيدر أصفر وفي شيدر أبيض وفي شيدر إنجليزي وفي شيدر أحمر وفي أحمر لايت، يعني في عندنا أبيض لايت وفي أحمر لايت وفي أحمر عادة وفي كامل الدسم يعني، وفي اللي هو الأصفر كامل الدسم. وفي عندنا نوع اسمه شيدر أحمر وأبيض اللي هو الريد أند وايت، وده كان موجود بكثرة في الأول لكن حاليا دلوقتي قليل جدا اللي بيجيبه. ممكن تكون شركة، ممكن نلاقيه في مترو، ممكن يكون في سعودي أو في أوسكار جراند ستور، ممكن هما دلوقتي اللي هما شغالين عليه. طبعا في نوع برضه هو قليل الملح في الجبن المصري اسمه البيوجرت اللي هو قليل الملح. طبعا لو جينا نتكلم في أنواع الجبن بتستخدم في الرجيم، يبقى في عندنا الريكوتا والقريش وفي الحلوم، دي الأنواع المفضلة للرجيم. طبعا لو اتكلمنا حاجات اللي بتستخدم في البيتزا، في عندنا الشيدر وفي عندنا الرومي وفي عندنا الموزاريلا وفي عندنا الامنتال. بالنسبه لقسم المستوردات، في حاجه عندي في اجبان هي مش مستورده مصري، وفي جبن مستورد بيبقى ذو نكهات. يعني في عندي في جبن الافنتي والجبن اللي هي التشيزا دي بيبقى فيها نكهات، في منها بالزيتون وفي منها طبعا بالفلفل وفي منها طبعا بالكمون وفي منها بحبه البركه وفي منها بالشيدر الاحمر وفي منها الساده. دي كلها يعني انواع مختلفه، في زيها المستورد طبعا اللي هو الفريكو المدخنه وفي منها اللي هو بالطعوم اللي هي بحبه البركه وفي منها اللي هو كان بالكمون، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن النوع المصري. دي الانواع المستورده. طبعا احنا في عندنا حاجات في قسم البقاله بتبقى في كل قسم يعني او في الماركت عامه اللي هو كي في اي او افضل اصناف اللي هي بتحقق ال 20 80 بتاعتنا. من افضل اصناف داخل قسم البقاله في المستوردات عندنا الشيدر يتحط في المرتبة الأولى ومعاه الفلامنك ويليه الجودة، دول من أهم، ومعاهم الريكفورد بأنواعه سواء ريكفورد السادة أو ريكفورد بالقشطة. دول من أهم الأصناف اللي بتقدر تحقق في المستوردات أرقام مبيعات كويسة. لو نيجي نتكلم في الجبن البيضة، عندنا نتكلم طبعا الرومي، الجبنة البراميلي، دول يعتبروا أهم صفين في الجبن البيضة والجبن الرومي. ولكن زي ما قلت كده في المستوردات شيدر، فلامنك، جودا، إيريك فورد، دول بيحققوا ارقام مبيعات كويسه ولازم نحافظ عليهم ولازم نعرضهم بطريقه كويسه. طبعا احنا خلاص احنا كده عرفنا انواع الجبن المستورده وعرفنا الدسم بتاعها وبلد المنشأ ونوع اللبن اللي بتصنع منه. هنتكلم عن طريقه العرض. طريقه العرض يا حضرات دايما احنا في مثل بنقوله العين بتشتري قبل البق. يعني انا لو دخلت مكان ولقيت الراجل البقالي الشيف عامل لي عرض كويس كده، عامل عرض الكف، عامل عرض المدرج، عامل عرض السلم، عامل عرض سين صاد اكس، اي عرض من الحاجات دي، العرض نفسه بيشدني وبيجذبني ان انا اقدر اشتري اقدر اشتري الصنف اللي هو المعروض بطريقه كويسه. لكن لو انا شايل جاب صنفي كده ورميه كده، حتى لو الصنف ده ثمنه 200 جنيه، 300 جنيه، 400 جنيه ومرمي في التلاجة بطريقة كويسة، مش ههتم بيه ولا هشتريه. ولكن لو انا لقيت الراجل اللي بقى العرض بطريقة كويسة، ده هيعمل لي عملية جذب. دلوقتي اتكلمنا كده عن الجبن المستوردة، هنتكلم عن طريقة بيعها. طريقة بيعها حضرات فن، لان انت راجل بتتعامل في منتج، بتتعامل في سعر الجبنة بيبقى سعره 500 جنيه و400 جنيه و1000 جنيه في اسعار متفاوته في اسعار الجبن المستورده. بيخش عليك العميل. العميل طبعا لو انت مش عارف نوعيه الجبنه اللي معاك او عارف بلد منشاها وعارف اختصاصاتها وبتستخدم في ايه، انت تكون عارف المنتج اللي عندك اختصاصاته ودسمه وبيستخدم في ايه، لان انت تبقى عندك درايه اللي بتبيعه. العميل يخش عندك ملقاش جبنه بارميزان وانت عندك اولد امستردام، هتبيع له؟ اه هتبيع له طبعا، ما دي جافه ودي جافه. بتخش في السناكس، بتخش في نفس الصناعات بتاعتها، في المرايات، في التصنيع. طب في حد عايز منك مثلا امنتال فرنساوي وانت عندك امنتال سويسري، ما تبيعلوش؟ لا ابيع له طبعا، بيبقى عندي انا حته الدرايه بالمنتج وعن صناعته وبلده واختصاصاته، اقدر ابيع واقدر ارشح الحاجه. ما ينفعش يبقى انا واقف ورا التلاجه، العميل يخش يقول انا عايز امنتال فرنساوي، مفيش امنتال فرنساوي، شكرا، السلام عليكم، سيبه وامشي. لا، لما انت بتاعك تثبته، ابدا اعرض عليه اللي عندك. والعميل لو انت شايفه عنده قابليه ان هو يقدر ياخد اكثر من حاجه، اعرض عليه.
عامل داخل قال لك انا عايز اعمل بتاع فرنساوي زي ما قلت في الحلقه بتاعت الجبن، اعمل طبق تذوق من الجبن المستورده كده، قطع صغيره كده جرامات، وابدا دوا مثلا يا فندم. احنا جاتنا وصل حديثا اولد امستردام، اولد ماستر. عندنا دلوقتي في بارمزان جميل لسه واصل، عندنا جرير لسه جاي طازه، ممكن تقول حضرتك بس خد فكره يعني. زي مثلا احنا عندنا بنقول خد فكره واشتري بكره، العميل بيدوق الحاجه بيبدا يتكلم مع حد تاني، والله انا كنت رايح عند شركه سين او شركه اكس، والله الراجل عرض عليا جبن جميله جدا، يبدا يتكلم. الناس بتبقى قاعده مع بعضيها، العملاء في النوادي يبدا يتكلموا عن الايجابيات بتاعتنا والسوالف، يبدا يقول لك انا رحت الشركه دي لقيت الشيف ما شاء الله شاطر وفاهم، او رحت لقيت الراجل هناك متعند ووشه جاف ومش عارف يبيع الحاجه اللي عنده، دي كارثه طبعا. لكن لا، لازم يكون عندك انت درايه باللي عندك طبعا. انت برضه بقول لك اعرض وما تستهزئش بالعميل، بيبقى في مثلا عميل داخل عليك انت بتدرس الحاله بتاعته من طريقه الطلبات بتاعته، ولكن ما يخشلكش عميل محدود الداخل وتقول له خد اولد امستردام هتحرجه. برضه في نفس الوقت لو انت لقيت العميل برضه عميل لارج، بس انت لقيته يعني قافش وهو جاي عايز حاجه واحده بس، ما تعرضش عليه اكتر من اللي هو طلبه. طبعا انت كراجل بتبيع الجبن المستوردات او واقف في قسم البقاله، بيدخل عليك جميع فئات المجتمع، سواء وزير، غفير، راجل ممثل، راجل مخرج، راجل ايا كان وظيفته في المجتمع، انت بتعرض عليه الحاجه اللي عندك. ما تستهنش باي عميل، كل عمر بنخاطبها بنقول لها يا فندم ما فيش حاجه اسمها يا باشا او يا استاذ، ممكن تقول يا دكتور يزعل، هو راجل مهندس بيحب مهنته، ممكن تقول يا مهندس هو دكتور برضه يزعل. فكلمة يا فندم كلمة تشمل جميع فئات المجتمع، ولا تستهين بلبس حد ولا بطريقة كلام حد. طبعا كان في قصة كده حصلت سنة 1920 لجي سينج اللي هو المهرجان الهندي، كان ذهب لندن في رحلة، وطبعا كان ساب الفندق ونزل كده يتمشى، فراح طبعا ما معهوش حراسات ولا أي حاجة، ودخل كده يتمشى بنفسه، راح شاف كده معرض لسيارات رولز رايس. دخل المعرض، بعد ما دخل المعرض طبعا كل الناس شافت شخص عادي كده وشخص بلبسه عادي جدا يعني، راحوا يعني ما حدش اداله اهتمام، وكله قعد يضحكوا عليه وهو بيتكلم وطريقة كلامه كراجل هندي. مشي ساب المكان ومشي، طبعا هو بيسأل على سيارة عربية، كان كلهم بيجاوبوه باستهتار وباستهزاء لأنهم شايفين قدامهم شخص عادي يعني. المهم ان الراجل ده جه رايح الفندق قعد تاني، وراح جاب الحراسات بتاعته وجاب وبعت لهم زي رسالة او برقية كده، قال لهم ان المهرجان الهندي جاي الساعة 6 مثلا او قدام الميعاد اللي هيجي فيه. الراجل راح خد الحراسات بتاعته وخد اللبس بتاعه بقى الجميل بتاع المهرجان، وراح دخل عليهم هناك. طبعا فرشوا له المكان بالسجاد الاحمر، واستقبلوا احلى استقبال، واستقبال يليق بقى بمقام المهرجة بقى، مش بالراجل التاني، الشخص التاني كان رايح يتفرج على العربيات. دخل المكان بعد ان استقبلوه في المكان بتاعهم في المعرض بتاعهم، وفرشوا الارض بالسجاد الاحمر زي ما قلت. اشترى الراجل ده 6 سيارات رولز رايس وخدوا وراح بيهم الهند. عمل ايه بقى؟ المهرجة خد العربيات وراح اعزكم الله خلاها بقى تمشي في الشوارع تلم الزبالة، زي ما هم استهانوا بيه هو استهان بيهم، ومش اي استهانة، لا ده عمل لهم مصائب كبيرة جدا. طبعا الموضوع انتشر البركة على مستوى العالم، الخسائر اللي عليها جدا دي، لان طبعا شركة رولز رايس كانت يعني من ضمن اشهر السيارات في العالم وما زالت، يعني ان السيارات بتاعتها بتتحمل كمامة في الشارع وماشية زي عربات الزبالة يعني. خلاص الموضوع كده بقى فيه استهانة واستهتار بيهم عالي جدا، زي مثلا دلوقتي عندنا في مصر ما تلاقيش مثلا تاكسي مرسيدس، ما تلاقيش مثلا تاكسي فراري، ما تلاقيش على مستوى العالم يعني. في عربيات معينة بتستخدم في نقل البشر في التاكسيات أو الميكروباص أو الحاجات دي، ولكن كل شركة بيبقى ليها الإيميج الخاص محافظ عليه. تخيل بقى إن شركة عالمية زي كده تكون العربية بتاعتها تحمل القمامة، راحوا بعتوا له بركية أسف على مستوى الصحف العالمية إن هم بيتأسفوا له عما حدث، وراحوا اهدوا له عربيات تانية جديدة بدل اللي كانت عنده، خدوا العربيات القديمة وطبعا مدير المعرض وقتها تعاقب، والعملاء اللي كانوا شغالين في المكان، العملاء اللي كانوا شغالين في المكان تعاقبوا، وده بسبب استهانة بعميل واحد بس. فانت ما تعرفش العميل اللي داخلك ده ايه. ف
فمن المفروض ان احنا لكل عميل ليه منا كل الاحترام وكل التقدير. مش عايزين عميل يجي يعمل فينا زي جي سينج كده ان شاء الله. عايزين عميل كلنا زي ما احنا بنحترمه يكون فيه احترام متبادل ما بين العامل وبين العميل. ودي كانت نهاية الجزء الثاني من الحلقة الخامسة قسم البقالة، وإن شاء الله في الجزء الثالث هنتكلم عن الإداريات، عن الروتا وعن المهام الوظيفية والتخزين ودرجة الحرارة. شكرا لكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.